ليلة هي الأصعب على إسرائيل منذ بداية الطوفان، فلم يتخيل نتنياهو ومجلس حربه أن القبة الحديدية ومقلاع داود سيفشل في اعتراض صاروخ صنع في الأراضي السورية وأطلق من لبنان. فهو ليس الأكبر لدى جماعة لبنان، لكنه دقيق الإصابة ورأسه الحربي الثقيل، أشعل النيران في أكبر القواعد الجوية الإسرائيلية، وأجبر نتنياهو على التراجع عن اجتياحه البري. فما هي حكاية هذا الصاروخ الذي أنزل مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ وعجزت القبة الحديدية عن رصده؟ الكثير من الخفايا والتفاصيل نكشفها في هذه الحلقة، تابعونا. صاروخ فادي واحد. يعد صاروخ فادي واحد واحدا من الأنظمة الصاروخية التي يستخدمها الحزب اللبناني في إطار تصعيده العسكري ضد إسرائيل، وهو يعكس تطورا ملحوظا في قدرات الفصائل المسلحة على امتلاك صواريخ دقيقة ومتوسطة المدى، إذ يتراوح طول هذا الصاروخ بين 3.5 إلى 4 أمتار تقريبا، ووزنه يتراوح ما بين 250 إلى 300 كيلوغرام، وهو مزود برأس حربي يزن حوالي 70 إلى 90 كيلوغرام من المواد المتفجرة. وهذا الوزن يجعله قادرا على إحداث تدمير واسع في المناطق المستهدفة، خاصة عند توجيهه نحو البنى التحتية أو المواقع العسكرية الحساسة. يتميز فادي واحد بمدى يتراوح بين 120 إلى 150 كيلومتر، وهذا المدى يضعه في تصنيف الصواريخ التكتيكية التي يمكن استخدامها لضرب أهداف في عمق الأراضي الإسرائيلية، كما أن خصائصه التقنية تسمح له بالتفوق على بعض الأنظمة الصاروخية التقليدية التي كانت تمتلكها الفصائل المسلحة في السابق. فهو مصمم بقدرة عالية على التخفي عن الرادارات وتعقبها، مما يقلل من فرص التصدي له من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية التي تعتمد بشكل أساسي على القبة الحديدية وغيرها من الأنظمة المتطورة. من حيث التصميم، يعتمد صاروخ فادي واحد على نظام دفع يعمل بالوقود الصلب، وهو نظام يستخدم عادة في الصواريخ التي تحتاج إلى سرعة عالية واستجابة فورية، ما يجعله مثاليا للاستخدام في حالات القصف المفاجئ أو الهجمات العسكرية السريعة، حيث يمكن إطلاقه من منصات متنقلة سواء كانت منصات ثابتة أو على ظهر شاحنات عسكرية متحركة، مما يزيد من مرونته في الاستخدام خصوصا في مناطق الجنوب اللبنانية ذات التضاريس الجبلية التي تسهل عمليات الإخفاء والتضليل. أما فيما يتعلق بآلية الإطلاق، فتمتاز بالبساطة والفعالية، حيث يمكن إطلاق فادي واحد باستخدام منصات مخصصة لصواريخ الكاتيوشا أو الصواريخ الإيرانية المتوسطة المدى، وتتم عملية الإطلاق بشكل يدوي أو شبه أوتوماتيكي، وذلك عبر أنظمة توجيه تعتمد على إحداثيات GPS أو أنظمة تحديد مواقع أقل تعقيداً، ما يعطي الحزب اللبناني القدرة على توجيه الصواريخ بدقة نحو أهداف معينة دون الحاجة إلى تقنيات متطورة للغاية، وهو ما يعزز من كفاءة الصاروخ في الهجمات المفاجئة والمباغتة ضد الأهداف العسكرية والمدنية على حد سواء. يجدر بالذكر أن هذا النوع من الصواريخ يمثل جزءاً من استراتيجية الحزب اللبناني في تنويع ترسانته العسكرية وتطوير قدراته الصاروخية، حيث يركز على إنتاج صواريخ ذات مدى متوسط إلى طويل قادرة على تجاوز الدفاعات الإسرائيلية وضرب الأهداف الحيوية داخل العمق الإسرائيلي، ما يشكل تهديداً متزايداً لإسرائيل خاصة في ظل التصعيد المستمر على الجبهات الشمالية. صاروخ فادي اثنين. صاروخ فادي اثنين يعتبر التطور الأحدث ضمن سلسلة الصواريخ التي يستخدمها الحزب اللبناني، وهو يتميز بخصائص تفوق سلفه فادي واحد سواء من حيث المدى أو القدرة التدميرية. يبلغ طول صاروخ فادي اثنين حوالي 4.5 إلى 5 أمتار، ووزنه يصل إلى نحو 400 كيلوغرام، ما
مما يمنحه قدرة أكبر على حمل رأس حربي أثقل يصل وزنه إلى 100 كيلوغرام أو أكثر، وهو ما يعني زيادة في القوة التدميرية لهذا الصاروخ، خاصة عند استهداف مواقع عسكرية استراتيجية أو تجمعات سكانية كبيرة. أما بالنسبة لمدى الصاروخ فإنه يتجاوز مدى فادي واحد، حيث يتراوح بين 180 إلى 220 كيلومتر، مما يجعله قادراً على الوصول إلى أهداف في مناطق أعمق داخل الأراضي الإسرائيلية مثل تل أبيب أو مناطق قريبة منها. هذه الزيادة في المدى تمنح الحزب اللبناني القدرة على توسيع نطاق هجماته وإلحاق أضراراً أكبر بالبنية التحتية الإسرائيلية، خصوصاً مع الاعتماد على استراتيجية الهجمات المتكررة التي تهدف إلى استنزاف الدفاعات الجوية الإسرائيلية. صمم فادي 2 كذلك بنظام توجيه أكثر تطوراً مقارنة بفادي 1، حيث يعتمد على أنظمة توجيه قائمة على الجيروسكوبات الدقيقة التي تساعد في تصحيح مسار الصاروخ أثناء الطيران، ما يزيد من دقته وقدرته على ضرب الأهداف المحددة بدقة عالية. هذا التطور في نظام التوجيه يعكس التعاون الوثيق بين الحزب اللبناني وإيران في مجال تكنولوجيا الصواريخ، حيث يعتقد أن إيران قد زودت جماعة لبنان بنظام توجيه متقدمة تستخدم في تطوير صواريخ أكثر دقة مثل فادي 2 الذي يعد نسخة متقدمة من الصواريخ التقليدية. التصميم الفني لصاروخ فادي 2 يشتمل أيضاً على تحسينات في الهيكل الخارجي والمواد المستخدمة في تصنيعه، حيث تم استخدام مواد خفيفة الوزن لكنها شديدة الصلابة مثل الألياف الكربونية أو السبائك المعدنية المتقدمة التي تساعد في تقليل وزنه الإجمالي دون التأثير على قدرته التدميرية. وتستخدم هذه المواد كذلك لتعزيز قدرته على تفادي الرادارات والأنظمة الدفاعية التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء للكشف عن الصواريخ القادمة. آلية إطلاق فادي 2 تعتمد بشكل كبير على المنصات المتحركة، حيث يمكن إطلاقه من شاحنات مجهزة بنظام إطلاق متعددة الصواريخ، ما يسمح بإطلاق عدد كبير من الصواريخ في وقت قصير جداً. كما يمكن إطلاقه من مواقع ثابتة مخبأة تحت الأرض أو داخل الأنفاق، وهي استراتيجية يستخدمها الحزب اللبناني بشكل متزايد للحفاظ على عنصر المفاجأة وتقليل فرص كشف مواقع الإطلاق بواسطة الطائرات المسيرة أو الأنظمة التجسسية الإسرائيلية. القدرة التدميرية لفادي 2 لا تقتصر فقط على الرأس الحربي الثقيل، بل تمتد لتشمل مدى فاعليته في إحداث دمار شامل عبر الشظايا التي تنطلق منه بعد الانفجار، حيث يعتقد أن رأسه الحربي يحتوي على نظام انفجار متعدد المراحل، مما يزيد من تأثيره على الهدف ويجعل من الصعب على أنظمة الحماية الاعتيادية التصدي له. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات صاروخي فادي بنسختيه الأولى والثانية؟